شايف كده السؤال الأولاني؟ تمام، السؤال ده بيقول لي استخدم جملة سيلكت اللي قصادك دي عشان تعمل راوند للرقم اللي قصادك ده لها سالب واحد. طبعا عارفين سالب واحد، احنا عارفين زيرو بيخلي لحد هنا الأرقام الصحيحة بس، يعني لو زيرو كان هيطلع معايا 45، لكن سالب واحد هتطلع معايا كام؟ ها؟ كام هتطلع يا شباب كام؟ خمسين. جميل، مين تاني؟ خمسين. طيب يبقى الإجابة الأولانية هنضو 50 في الأول، ده لأ ده لأ ده أه وده أه، يبقى تجاهل باقي الإجابات يا جماعة. يبقى باقي الإجابات التانية، الأربع إجابات التانية ما تهمنيش في حاجة. النص التاني ده يبقى باقي معايا اتنين بتكلم معاهم، الاتنين دول سي دي بيقولوا لي ان راوند هتطلع ب 50. اوكي طيب نخش على بعديها. ترانك بقى، ترانك بتعمل ايه؟ بتقص. هتقص ايه؟ رقمين، يعني هتاخد الستة تطيرها والتطيرها، هيتبقى معايا 45 و9. مين فيهم هنا 45 و9؟ الاقي الدي، يبقى هي دي اختياري الصحيح. ها معايا؟ يبقى اختيار دي هو الاختيار الصحيح، ايه رأيكم؟ ها ولا اختيار سي هو الصحيح؟ سي هو الصحيح. تمام، خلاص يبقى سي هو الصحيح. هنسيب اتنين ونقص. ها ناس بتقول دي وناس بتقول سي. طيب انتوا كان عندكم امكانية ان انتوا تعملوا كده تنسخوا وتطبقوا؟ كان في امكانية صح ان انتوا تنسخوا وتطبقوا صح؟ ناس بتقول دي وناس بتقول سي. طب يلا ها يبقى دي هي سي هي اللي صح. يبقى كده اتنين هتطلع معايا رقمين، يبقى هشيل الستة بس، يبقى سي هو الاختيار الصحيح. الشباب معايا؟ طيب اللي بعده بيقول لي select اي نيم، طبعا ده يوزر تاني عندنا او سكيما تانية اسمها سكيمة سكوت لو حد كان جربها. ترانك بتقص في الفعل. بص انا بركز بالعافية فحاولوا ما تتوهونيش. طيب كام واحد كده حال السؤال الاولاني صح ومختار سي؟ اه طبعا كان مسموح ان احنا نطبق ده ليكم انتوا، لكن في امتحان الاوراكل الحقيقي ما فيش طبعا امكانية انت تطبق، انت بتقعد على جهاز وبتختار اختيارات على اساس ايه فهمك انت، ما فيش طبعا في امتحان الاوراكل الحقيقي تطبيق عملي، بتختار من وسط الاختيارات اللي قصادك وبس. لو في تطبيق عملي ما كانش جاب لك اختيارات. طيب عايز الحمد لله عندنا عدد كبير اهو، اختار الحل الاولاني حله صح. نخش على التاني بيقول لي انا عندي سكيمة تانية اسمها سكيمة سكوت. قلت له اه ماشي.
طبعا من غير ما تقرب يا جماعة. واحنا قربنا هنا، هي الستة دي خلت التلاتة أربعة، الستة مقربتش التلات، يبقى ده أصل مش تقريب. طيب معلش معايا كده، سيلكت اي نيم وسال و 12 في سال زائد 100. سال ده اللي هو اختصار للسالري. ننسى بقى السؤال اللي فات، خش في دوا. انا بتكلم والله بالعافية وحاسس ان انا مش شايف يعني، فايه كمل. فعمل جملة سيلكت دي، بيقول لي اذا سال كولم ستورز ذا مانثلي سالري. كولم اللي اسمه سال بيعمل ايه؟ بيخزن جواه السالري بتاع كل شهر لكل الموظفين. ايه التعديل اللي هيحصل على المثال ده؟ علشان ايه؟ علشان يجيب لي سينتكس بتطلع لي بتحسب كالكوليت انيوال كومبنسيشن از مانثلي سالري بلس مانثلي بونص $100 مالتيبل. بيقول لي ايه دلوقتي؟ انا عايزك لجملة تحسب لي المرتب السنوي على اساس ايه؟ مرتب كل شهر زائد $100 مضروبين في 12، مضروبين في ايه؟ خلاص. فمين فيهم اللي يحقق لك المعادلة دي؟ مين اللي ياخد اي نيم دي يا جماعة، اللي هي اسم الموظف employee name، بس هو بيختصرها. مين فيهم اللي يطلع لي، عايز جملة من دول تطلع لي مرتب الموظف مضروب مجموع عليه 100 في 12؟ واحد يقول لي طب ما دي جميلة اهي، ما هي بتطلع، ولو ضربنا 12 في سل وجمعناها على 100 ما هتطلع النتيجة. اقول لك جميل، يبقى اول اختيار بيقول لي no change is required to achieve the desired results. الجملة حلوة قوي وتمام ما فيهاش مشاكل. طب تعالوا نجرب كوبي ويطلع لي ايرور، يقول لي لا سوري الايرور ده. هقول له كونكت، انا هشتغل على يوزر اسمه سكوت والباسورد زي ما احنا اتفقنا تايجر. طيب نشوف كده، سوري. طب نعمل كونكت ونكتب اسم الداتابيس تايجر عن، سوري خالص انا سكوت على تايجر ات اوراكل. ده طبعا انا بكتبه دوا، سكوت اللي هو اليوزر نيم، تايجر اللي هو الباسورد بتاعته، علامة ات، واسم الداتابيز اللي انا هكونكت عليها دلوقتي. اقول له انتر كده كونكتد، اديله الكود، لقيته بيطلع معايا ايه؟ طلعت معايا نتيجة من غير ايرور. طب جميل، هنشوف النتيجة دي بتقول لي ايه. بتقول لي السالري اصلا كان 100، لما جمعت عليه 100 وضربته في 12 المفروض يبقى عبارة عن ايه؟ يبقى عبارة عن 100 يعني 800. لما جمعت عليها 100 الناتج اللي هيساويها ضربته في كام مثلا؟ لو الناتج اللي هيطلع سنة، هل المثال ده هو اللي حصل؟ لو جبنا 800 وجمعناها على 900 ده كده غلط، يبقى فعلا ما حققليش اللي انت. يبقى هو ضرب السالري في 12 وبعدين جمع الناتج النهائي على 100، يعني هو ما عملش اللي انا رسمه ده كده. اتعمل ايه؟ خد 800 راح ضرب في 12 الناتج اللي طلع هو ده، راح جمعه على 100، يبقى مش هو ده النتيجة اللي أنا كنت عايز أطلعها. معلش أنا صوتي ضايع بس إن شاء الله تكونوا سامعيني. يبقى الكود ده بالفعل خطأ، ما ينفعش. فروحت بصيت على بي، بي ده بيقول لي إيه؟ لكت الإي نيم اللي هو اسم الموظف، والسل اللي هو السالري، وإيه بقى القوس ده هيحصل الاول؟ ايه اللي هيحصل الاول اللي بين القوسين؟ ايه هو؟ ان هياخد السالري هيجمعه على كام؟ على 100، والناتج اللي هيطلع منها هيضربه في 12 اللي هما ال 12 شهر. نجرب كده ونشوف هو ده اللي بيطلع المرغوبة فيها ولا لا. اقول له كابي، انتوا معايا؟
الأولوية طبعا لإيه؟ للأقواس. طيب رحت جاي هنا ورحت قايل له معلش خد كده دلوقتي، راح مطلع لي النتيجة. هي دي النتيجة اللي انت عايزها؟ هل 800 لما نجمع عليها 100 تبقى 900، نضربها في 12 تبقى 108؟ مظبوط كده، طلعت النتيجة اللي انت كنت عاوزها. يبقى كده ده الحل الصح بتاعي، ان انا احط بين قوسين العمود اللي انا عايز اضربه واعمل الاكسبريشن بتاعي زائد مثلا 100 او ناقص كذا، النتيجة اللي هتطلع بين القوسين هتضرب في كام؟ في 12. يبقى الحل الصحيح هو مين؟ بي. مين معانا بقى في الحل ده؟ مين عملها بي كده؟ طيب بشرة خير، ولا يهمك اللي عملها غلط، هنقل التركيز مفيش مشاكل، بس ايه يعني يا رب يعوضها في بقية الأسئلة اللي جاية إن شاء الله. أنا كنت حاجة تانية غير إن أنا أحل أسئلة الامتحان، فمش هطول فيها، هنحاول نطلع منها إيه على قد ما نقدر بسرعة. بس يعني عشان إيه الناس اللي هي متشوقة تسمع النتيجة، هو برضو بتعرف إيه أخبار الحل. طبعا انا عارف ان انتوا اساتذه يعني واحسن مني وتعرفوا تحلوا الحل ده يعني كويس ومبقاش فيه مشاكل. لا مفيش خوف ان شاء الله، لا باذن الله ربنا يوفقكم ان شاء الله. طيب مع بعض يا شباب كده، السؤال ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي في تيبل. شباب انتوا دخلتوا اهو امتحان الاوراكل الدولي، هو انتوا فاكرين الاسئله دي انا جايبها من بيتنا؟ انا جايبها من دولي. ماشي، باشمهندس يوسف انا انت بتحل دلوقتي من الاسئله دي على فكره، والامتحان الجاي هيبقى اسئله برضو من الدولي واللي بعده. يعني احنا نقسم التراك بتاعنا على 3 امتحانات، احنا اخدنا اول 3 ليسونز امتحنا عليهم اهو ان شاء الله، الثلاثة الجايين نمتحن عليهم، الثلاثة اللي بعدهم نمتحن عليهم، بنهاية تكون انتوا عرفتوا اذا كنتوا تقدروا تخشوا الامتحان ولا لا. يا ريت ده يكون حاجة تنفعكم واكون انا بفكر صح عشان اخدمكم في النقطة دي. مش عايز الناس تبقى قاعدة جوه قوقعة اسمها الكورس. هو السؤال ده هيجي معاك اللي بيحل السؤال ده، حد امتحان اي سي ديل، هي الأسئلة اللي بتيجي كل سنة هي هي، قليل قوي التغيير. شايفين السؤال ده؟ اللي هيخش امتحان اوراكل الدولي بإذن الله هيلاقيه في وشه بنفس الاختيارات نفس النقط. القصة مش قصة تعقيد ولا هي قصة حفظ، يعني انا عايز حد يتعقد ولا عايز حد يحفظ. الاوراكل بيفكروا قال لك احنا نثبت الامتحان بنسبة كبيرة، مثلا 50% من الامتحان ثابت. لا ما بتتغيرش ان شاء الله. طيب نكمل معلش عشان انا تعبان خالص، وعايزين ايه الفايدة من الامتحان عشان برضو ما اضحكش عليك. فايدة من ناحيتين، ناحية تجارية بالنسبة لأوركل إن كل واحد فينا بيخش يمتحن بيدفع مبلغ وقدره، والفايدة التانية إن أنت بتعمل لنفسك اسم. يسلمك، هو بس تعب إرهاق يعني من بعد السفر الشغل والكورسات. عندي بتبقى لما يبقى 4 ساعات ورا بعض كده، وبعد كده ساعتين على الكورس بتاعنا الأونلاين ببقى تعبان شوية. بس انا ايام مبقاش فيها كورسات معاكم ببقى ايه يعني بخلص 4 ساعات بقى في الكورس من 4 لحد 8، ف يعني ربنا يسهل كده واحاول اظبط مواعيدي بحيث ان انا يا اما اغير عندكم انتوا يوم يا اما اغير في الكورسات بتاعت يوم، بحيث ما تتلاقوش في نفس اليوم عشان مفيش حد يأثر على التاني. ربنا يوفقك يا مصطفى. طيب نركز مع بعض هنا، بيقول لي ده الاستراكشر بتاع التيبل اسمه ايه؟ امبلويز. قلت له اه ده انا عارفه، ده حبيبي التيبل ده. قال لي اول حاجه عندك، ريت تكون الصوت واصل كويس. طيب ده الحاجات اللي موجوده في التيبل اللي هتخدمني في السؤال، مش جايب لي التيبل ككل. بيقول لي ايه؟ احنا عايزين كويري يطلع ايه؟ رقم واحد يطلع السالري مضروب
في الكوميشن. حاضر، يبقى سالري في كوميشن. الله، دي طلعت اللي انت عايزه. طيب اكسكلود وتتجنب الامبلويز تاخدهم كوميشن، الكوميشن بتاعتهم ايه؟ فاضية. ماشي، جميل. وبتطلع زيرو للامبلويز اللي الفاليو بتاعتهم بتاعت الكوميشن بي سي تي نال، اللي ما بياخدوش كوميشن هما بس اللي مش عايزينها. ماشي، واللي بيجيبوا اللي بياخدوا في الكوميشن بتاعتهم نال. طبعا الكلام ده بيعاكس بعضه، يعني ازاي انت الناس اللي ما بياخدوش كوميشن هتطلع الناس اللي بتاخد كوميشن زيرو؟ فيعني السؤال معارض لبعضه، واخدين بالكم النقطة دي؟ فلما نيجي نبص هيقول لك ايه اللي انت بتتكلم فيه، هقول لك هو بيحقق الخطوه الاولانيه ان هو بيضرب السالري في الكوميشن. طب تمام، احنا كده متفقين. طب بيحقق ايه تاني؟ بيحقق لي النقطه التانيه ان هو ما بيطلعش الناس اللي الكوميشن بتاعتهم نال، اللي هم مين؟ وير كوميشن بي سي تي از نوت نال، اللي عندهم كوميشن فيها قيمه يطلعوا بس. فكده حلاقي ان هو تو اوف ذا ديزاير ريزلتس بيطلع لي حاجتين من الثلاث حاجات المطلوبين مني. مين حلها بيه يا شباب؟ كم واحد حلها بيه؟ خير، تمام يعني كده. طب احنا لو بصينا هنلاقي باشمهندسة اللي حلها سي، يعني انيس. بص خد بالك ان هو هنا يعني بيلعب معاك بالالفاظ نوت نال. طيب ناخد الكود ونطبقه كده عندنا، نشوف موضوع الايرور ده ايه. طيب انا دلوقتي كونكت على سكوت، هقول له لا ده انا كونكت على مين؟ على HR. HR OR okay. طيب كله معايا، شايف ال SQL Plus؟ شايفين ال SQL Plus؟ طيب تمام، اكتب الكود. طيب هلاقي الكود بالفعل مطلع لي الناس، مفيش اي ايرور الحمد لله. بيقول لي ادي الناس بتاعتك، كل الناس دي بتاخد كوميشن اللي هم 35 واحد اللي عندي، وده في حالة ان الكوميشن اتضرب فين؟ في السالري. تخيل ان مفيش ايرور طلع اهو، صح؟ طيب حد عنده مشكلة من السؤال ده؟ كمل يعني. طيب شوف الايرور اسمه ايه يا محمد يا عبد البديع. محمد شوف لي كده الايرور اسمه ده عشان بس ابقى معاك. ما خدتش بالك من وير وانت بتحل، معلش. خير خير ان شاء الله، يعني بقيه الاسئله تعوض معاك ان شاء الله. طبعا عندي مشكله في السؤال الثالث قبل ما اخش على بعده. يا جماعه يا ريت اللي بيكلم الدعم في حاجة يكلموا، يعني بصوا كده معانا شايفين السكيل بتاعتي، بختار مين اللي بيعمل معاه الشات، بختاره من هنا عشان بس ما اشوش على بقية الناس. مش يا جماعة بيختار هو هيشيت مع مين ويكتب الرسائل دي خاصة بالدعم تظهر عنده، صح كده؟ بتظهر عندكم ك students يعني. ان شاء الله خير. معلش يا استاذ انيس، انا اسف حدوشك، بس يعني خلي الناس اللي عايزاك في حاجه خاصه، يعني حاجه خاصه بالكورس بس. ده هنخش على السؤال اللي بعده. ثواني بس تخلي الشاشة شوية. أنا الشاشة إيه؟
يا جماعة اللي بيسأل على كورس الـ EDF يعني يا ريت يكلم الدعم على على الخاص بتاعه ويأجل الأسئلة لآخر الكورس، عشان أنا مركز مع الشات دلوقتي اللي بيسألني في حاجة بجاوبها بعد إذنك يا باشمهندس اللي بتسأل. السؤال الرابع بيقول لي ده كولم اسمه امب، هو عامل كولم امبلويز بتاعنا بس مسميه امب، احنا مالناش دعوة زي السؤال ما بيقول لي انا هستخدم. طيب بيقول لي ايه يا سيدي، في حاجة اسمها امبلوي اي دي، ده رقم الموظف ده بنوعه نمبر، وفي امب نيم ده معناها اسم الموظف، سالري ده مرتب الموظف، هاير ديت ده تاريخ تعيين الموظف. شكرا لحضرتك ومعلش اسفين بس احنا عشان وقتنا ضيق النهارده شويه. سيلكت امب نيم وهاير ديت، الياس الهاير ديت خليه هاير ديت كده. طيب وسالري فروم امب اوردر باي هاير ديت، ايه الكود ده يا سيدي؟ قول لي ايه النتيجه تطلع عامله ازاي، هل هي هتطلع عاديه مترتبه على اساس الديت اسندنج، مترتبه على اساس الديت ديسندنج، اسندنج على اساس الفابيتك، ديسندنج على اساس الفابيتك. طيب ناخد الكود اهو، طبعا احنا ما عندناش التيبل دوا هيقول لي مش موجود، هقول له تعالى نعدل فيه كده، نعتبر الامب نيم اللي هي فيرست نيم كمثال، يعني بنصلح بس في الايه الهاير ديت موجود عندنا، والجدول اسمه ايه لويز. المشكلة لحد هنا عدلت في الجدول عشان يتناسب مع السكيما اللي انا فاتحها. طيب اقول له سيف. طيب ايه اللي حصل، هلاقي طلع لي التيبل بتاعي لويز، بص كده على الترتيب هلاقي فعلا التاريخ 17/6/87، 17/9/87، 89، يبقى كده مرتب لي التواريخ خلاص. طبعا الديفولت اللي هو ascending بدون اي ايه 95/96 وهكذا، الصغير فوق اللي هو 87 يعتبر هو الصغير، وآخر سنة عنده اللي هي سنة كام 2000 هي الايه الكبير تحت، يبقى الترتيب ascending اللي هو التاني. حد عنده مشكلة في النقطة دي؟ لا خير يعني ان شاء الله في الأسئلة التانية. احنا طبعا الأسئلة اللي بقى يا جماعة اللي هي 7 من بعد 9 لحد 15 دي كلها انتوا خدتوها في الواجب صح كده؟ تمام بالظبط، احنا الديفولت بتاعنا لو ما قلنا لوش descending يبقى الديفولت بتاعي هتكتب ايه ascending. طيب نكمل، بيقول لي مين في اللي جاي ده هيطلع لي alias اسمه annual salary for the calculated column salary مضروب في 12، مين هيطلع لي alias صح؟ طبعا دي طريقة غلط في الالياس، دي طريقة صح في الالياس، طبعا ما ينفعش نفصل ما بينهم، المفروض ان فيه نسبية على ما اظن. طبعا ده ماشي، يبقى بي هو الاختيار الصح، لازم دبل كوتيش دبل كوت. طيب نأجل بقى للمرة دي الباقي، أنا أكون صححت كده ربنا يسهل. ناخد بريك كده 5 دقايق وبعد كده هنرجع ندردش في حاجات، وربنا يسهل وتنفعكم وتفيدكم.